أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة يوفر كل السبل لنجاح المدرب البلجيكي فرانك فيركاوترين الذي تم إنهاء الاتفاق معه مؤخرا لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل. وقال رئيس الزمالك أنه تم التعاقد مع أفضل لاعبين في الدوري المصري وكلهم جاهزون للظهور بشكل جيد، وفي نفس الوقت يوفر النادي معسكرات على أعلى مستوى وكذلك كل متطلبات الجهاز الفني الجديد. وكشف مرتضى منصور أن الجهاز الفني الحالي سيستمر مع المدرب البلجيكي الجديد والتغييرات ستكون محدودة للغاية وذلك بالاتفاق معه. وأتمنى رئيس الزمالك التوفيق للمدرب الجديد في قيادة الفريق لتحقيق البطولات في الموسم المقبل.